مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المواقع المحلية، ميليشيا الحوثي تمنع طلابا مهمشين من الدراسة في جامعة صنعاء. وفي موقع أنسام، اليمنيون يقتلون رمزهم القديم. وفي الأخبار المنوعة، رئيس دولة يغلق نوافذ المواطنين المطلة على مكان إقامته. الأساس الذي تقوم عليه ميليشيا الحوثي هو أساس طبقي، وهي أكثر جماعة توزع المواطنين إلى طبقات متناحرة. وما زال اليمنيون يدفعون ثمن تقسيم الأئمة للمجتمع حتى اليوم، وهي اليوم تحارب من أجل عودة السادة والعبيد. وعنوان موقع الحرف 28، ميليشيا الحوثي تحرم الطلاب المهمشين الدراسة بجامعة صنعاء وقفة احتجاجية لهم، حيث نفذ عدد من الطلاب المهمشين اليمنيين وقفة احتجاجية في العاصمة صنعاء على تعسفات ميليشيا الحوثي وحرمانهم من المقاعد المخصصة لهم في جامعة صنعاء. وقال الطلاب المحتجون إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران حرمتهم من الدراسة في جامعة صنعاء، وأخذت نسبة المقاعد المجانية المخصصة لهم واستبدلتهم بطلاب موالين لها. وفي كل عام تخصص الجامعة للطلاب المهمشين 16 مقعدا مجانيا، إلا أنهم وفي هذا العام فوجئوا بحرمانهم من الالتحاق بالتخصصات التي خضعوا فيها لامتحانات القبول واجتازوها بنجاح، واستبدلتهم بآخرين موالين لميليشيا الحوثي. وتسعى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على ممارسات بشعة بحق الطلاب الجامعيين والدكاترة، وفرض سياساتها بالقوة، بالإضافة إلى تعيين مشرفين على الدكاترة غير الموالين لها. يجمعون المواد الغذائية بالقوة ويجبرون المواطنين والتجار على تسليم بضاعتهم لمقاتلي الميليشيا، ثم تطلب من آخرين الوقوف جوار ما تم نهبه لتصويرهم باعتبارهم متبرعين. وعنوان موقع الصحوة نت، ميليشيا الحوثي في البيضاء تجبر تجار ميكراس على تسيير قوافل غذائية للجبهات. قالت مصادر محلية بمديرية ميكراس بمحافظة البيضاء إن الميليشيات الحوثية ألزمت التجار وأصحاب المحال التجارية والأهالي في مناطق ميكراس بتجهيز قوافل غذائية بحجة دعم المجهود الحربي. وتكثف الميليشيات الحوثية جهودها لابتزاز المواطنين والتجار تحت بند تجهيز قوافل دعما للمجهود الحربي، إلى جانب ما تفرضه من جبايات وإتاوات كالزكاة أو الضرائب أو التحسين أو النظافة أو توزيع السلال الغذائية. ويشكو التجار وأصحاب المحال التجارية من النهب والابتزاز الممنهج والمستمر من قبل الميليشيات الحوثية، والإتاوات المستمر فرضها من قبل الحوثيين على مدار العام وفي مناسبات عدة والتي تزداد تحت مسميات مختلفة. الإرادة والقدرة في الحرب مع الحوثيين، تحت هذا العنوان كتب زايد جابر مقاله الذي تنشره بلقيس مضيفا: لم يكن الحوثي يمتلك القوة الكبيرة التي يستطيع من خلالها هزيمة كل خصومه والتوسع خلال فترة زمنية بسيطة، بل على العكس، كان خصومه هم الأقوى وكان بالإمكان هزيمته بوقت قياسي. لكن هزيمة الحوثي كانت ولا تزال تتطلب توفر أمرين رئيسيين: الإرادة والقدرة. ولا يمكن تحقيق النصر بتوفر أحدهما دون الآخر، وطوال مرحلة الصراع مع الحوثي منذ 2004 لم يتوفر الأمران معا. خاض الرئيس السابق صالح 6 حروب مع الحوثي، وهم لا زالوا ميليشيا صغيرة متمردة في عزلة مران بإحدى مديريات محافظة صعدة، كان يمتلك القدرة للقضاء عليهم بأقل وقت وقوة، فقد كان لديه جيش وشعب ودولة، ولكنه لم يكن يمتلك الإرادة لهزيمة الحوثي لأسباب تكتيكية تتعلق بمواجهة خصومه ومعارضيه السياسيين في الداخل وابتزاز جيرانه. وحين امتلك صالح الإرادة في الحرب ضد الحوثي في ديسمبر 2017 كان قد فقد القدرة، فكانت النتيجة أن قضي على انتفاضته في 3 أيام وانتهى مقتولا أمام العالم. وعلى نهجه ذهبت الشرعية وحكومة الوفاق منذ 2012، فقد كانت تمتلك القدرة في القضاء على تمرد الحوثي ولا يزال محاصرا دماج وقد عجز عن اقتحامها،
والمدافعون عنها طلاب علم لمدة 100 يوم، لكنها لم تمتلك الإرادة لأسباب مصلحية ضيقة ورضوخا لمطالب إقليمية ودولية، وآثرت أن تقف على الحياد، وتركت الحوثي يتمدد ويسقط المناطق حتى حاصر القصر الجمهوري في العاصمة صنعاء. وحين امتلكت الشرعية الإرادة في مواجهة الحوثي، كانت قد فقدت القدرة وأصبحت لاجئة في الرياض وتحت رحمة التحالف العربي الذي بدأ عاصفة الحزم في 2015، وهو يمتلك القدرة على هزيمة ميليشيات الحوثي وإعادة الشرعية، لكنه لم يمتلك الإرادة لتحقيق هذا الهدف لحسابات خاصة بمكوناته وخوفاً من البديل. أدت الحرب الدائرة التي أشعلتها ميليشيا الحوثي بالإضافة إلى غلاء مادة الديزل إلى جفاف وموت قرابة 1 مليون شجرة من أشجار النخيل المثمرة في عدد من مناطق ومديريات الدريهمي التابعة للمحافظة الحديدة اليمنية، وفقاً لما قاله موقع متخصص بقضايا حماية البيئة. وعنون موقع حلم أخضر الحديدة موت 1 مليون نخلة. وتواجه مزارع النخيل في وادي تهامة في محافظة الحديدة اليمنية خطر الانقراض نتيجة الجفاف والتصحر الذي يبتلع المزيد من المساحات المزروعة بأشجار النخيل. ويشتهر سهل تهامة تاريخيا بزراعة أشجار النخيل وإنتاج التمور، وتعتبر التمور والبلح من المحاصيل التقليدية في المنطقة، وتتركز زراعته بكثافة في عدد من المناطق التهامية بالقرب من ساحل البحر الأحمر، وتحديدا في 3 مديريات هي مديرية التحيتة ومديرية الدريهمي ومديرية بيت الفقية التابعة لمحافظة الحديدة. وبحسب هيئة تطوير تهامة، تقدر أعداد أشجار النخيل في سهل تهامة بما يقارب 1,200,000 شجرة من أشجار النخيل، في حين يبلغ عدد أشجار النخيل في اليمن إجمالا أكثر من 4,600,000 نخلة، 67% منها أشجار مثمرة. يتعرض حيوان الوعل في اليمن لخطر الانقراض بسبب تزايد صيده المستمر في بعض مناطق اليمن، أبرزها محافظة حضرموت وشبوة وأجزاء من محافظة البيضاء، وتستمر عملية اصطياده بشكل سنوي نتيجة توارث طقوس تعود إلى ما قبل الميلاد. وعنوان موقع أنسان في صفحته الرئيسية: الصيد يهدد الوعل في اليمن بالانقراض. الوعل العربي في اليمن هو نوع نادر من الغزلان والماعز الجبلي، وقديما جدا قبل الميلاد كان الوعل هو الحيوان المقدس في الحضارة اليمنية القديمة، وقد ورد ذكره في النقوش السبائية القديمة، ويعتقد أنه كان رمز إله القمر في عهد بلقيس ملكة سبأ. وقد استخدم رأس الوعل كشعار على النقود المعدنية التي تم العثور عليها في معبد إله القمر في مأرب في اليمن. وتشير الرسومات الصخرية في اليمن إلى الانتشار الكبير للوعل النوبي في مناطق البلاد، لكن في هذا الوقت أو في الوقت الراهن أصبح من النادر مشاهدته في اليمن في الحياة البرية في اليمن بسبب تناقص أعداده بشكل مخيف نتيجة عمليات الصيد والقتل التي يقوم بها الصيادون المحليون في مناطق عدة في اليمن. لذلك أصبح الإنسان هو المفترس الوحيد للوعل والذي يهدد حياته ووجوده بالانقراض. وفي كل عام يمثل فصل الشتاء بين شهر ديسمبر كانون الأول وشهر يناير كانون الثاني موسما لصيد الوعل في محافظة حضرموت جنوب اليمن، إذ يعد تقليدا محليا متوارثا منذ العصر السبائي من 300 إلى 1000 قبل الميلاد، وما زالت تقام له طقوس سنوية تختتم عادة بالاحتفالات أو باحتفالات جماعية يشارك فيها أبناء المنطقة، وتتخللها الأهازيج والرقصات التي ترفع فيها رؤوس الوعول. وفي عام 2007 أجرى فريق يمني مسحا على منطقة الوعول في حضرموت، وأعلن أن أعداد الوعول في المنطقة آخذة في التناقص بوضوح، ويمكن أن تنقرض كليا إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة. وأوضح الفريق أن رغم توافر البيئة الحياتية للوعول في اليمن بشكل واسع بما يمكنها من النمو والتكاثر، إلا أن ارتفاع صيدها وخصوصا الإناث منها وصغار السن يمكن أن يؤدي إلى انقراضها. أسوأ مخاوف المستبد. تحت هذا العنوان كتب دانكان وايت مقاله المنشور في صحيفة نيويورك تايمز مضيفا: أينما تزداد قوة الأنظمة الاستبدادية من البرازيل إلى المجر إلى الفلبين،
تتعرض الأدبيات التي تعبر عن أي نوع من المعارضة السياسية إلى تهديد فريد ومتجدد. وقد تعرضت الكتب التي تتحدى القيم المعيارية للهجوم بشدة خاصة، كما يتم بمعدلات مقلقة استبدال كتب التاريخ التي يضعها علماء مستقلون بتلك التي تنتجها الدولة. في مصر سجن النظام الكتاب المستقلين وداهم متاجر الكتب وأجبر مكتبات على الإغلاق. وفي النهاية المتطرفة من الميزان قام داعش بإحراق أكثر من 100,000 كتاب ومخطوطة نادرة في مكتبة الموصل العامة، والتي يعود تاريخ بعضها إلى 1000 عام. تقوم الأنظمة الاستبدادية بإنفاق قدر كبير جداً من الطاقة على مهاجمة الكتب، لأن محدودياتها المفترضة شرعت في أن تبدو كنقاط قوة. مع المراقبة على الإنترنت أصبحت القراءة الرقمية تحمل معها مخاطر كبيرة وآثاراً شبه دائمة، ومع ذلك لا يقوم أي كتاب ورقي بمراقبة ما تقرأه ومتى تقرأه، ولا يمكنه تعقب الكلمات التي تضع علامات عليها وتبرزها، وهو لا يجري مسحاً ضوئياً لوجهك خلسة، ولا يستطيع أن يعرف متى تشاركه مع الآخرين. ثمة حميمية في القراءة، وهي مكان خلق ليمكننا من تخيل تجارب الآخرين والتجريب في أفكار جديدة، كل ذلك في إطار يكفل الأمان لمخيلاتنا وخصوصياتنا. وقد أثبتت الأبحاث أن قراءة كتاب مطبوع وليس على شاشة يخلق قدراً أكبر من المشاركة، خاصة بين الشباب. والكتب تجعلنا متعاطفين، متشككين، بل وحتى محرضين مشاغبين. فمن المنطقي إذن أن تجعل الأنظمة الاستبدادية تدمير الكتب أولوية واضحة. اعتادت الولايات المتحدة أن تقف ضد هذا المحو للحرية الفكرية، وعندما دخلت أمريكا الحرب العالمية الثانية كانت الهجمات اللفظية على حرق النازيين للكتب من الركائز الأساسية لاستراتيجية دعاية مكتب الإعلام الحربي. وأعلن الرئيس فرانكلين روزفلت: لا يمكن لأي رجل ولا قوة أن يأخذ من العالم الكتب التي تجسد نضال الإنسان الأبدي ضد الطغيان. الصحيفة اللبنانية الناطقة بالفرنسية لوريون لوجور قالت إن الحكومة والانفصاليين يناقشون تقاسم السلطة في الجنوب، حيث ذكرت مصادر متطابقة أن الحكومة اليمنية والانفصاليين يناقشون في جدة تقسيم السلطة في الجنوب في قلب نزاع مفتوح بين الجانبين. واستمرت المحادثات المنفصلة وغير المباشرة لأسابيع، مصدر مقرب من المجلس الانتقالي قال لوكالة فرانس بريس. تم تحقيق تقدم في المناقشات، ومن المتوقع عقد اجتماع قريب لتشكيل نص الاتفاق، فيما ينص الاتفاق وفقا لمصدر آخر مطلع على المناقشات على عودة الحكومة إلى عدن، حيث يعهد بالمسؤولية على الأمن أو عن الأمن إلى وحدات الحزام الأمني تحت إشراف سعودي. ويتمثل العنصر السياسي للاتفاقية في تمثيل أفضل للانفصاليين داخل الحكومة والسلطة المحلية في مواجهة الانفصاليين. فقدت القوات الحكومية سيطرتها على جنوب اليمن تقريبا في أغسطس، فيما اقترحت الرياض إجراء حوار بين اليمنيين في جدة لتخفيف التوتر في الجنوب. رغم أن التحالف الحاكم في ألمانيا آخذ على عاتقه مسؤولية عدم تصدير أسلحة إلى دول متورطة بحرب اليمن، فقد استمر تدفق السلاح هذا العام لدول متورطة في تلك الحرب في وقت تقترب فيه صادرات السلاح في ألمانيا من مستويات قياسية. وعنوان موقع الدي دبليو الألماني: دولة عربية تحتل المركز الثاني كأكبر مستورد للسلاح من ألمانيا، ويقترب حجم صادرات الأسلحة بذلك إلى مستويات قياسية. وحتى النصف الأول من هذا العام بلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية التي حصلت على موافقة من السلطات المختصة 5,300,000,000 يورو، لتفوق بذلك صادرات الأسلحة على مدار العام الماضي بأكمله، والذي بلغ 4,800,000,000 يورو. وبرر وزير الاقتصاد بيتر ألتماير في ذلك الحين هذا الارتفاع بالفترة الطويلة التي استغرقها تشكيل الحكومة عقب الانتخابات التشريعية عام 2017، موضحا أن هذه الفترة تسببت في تكدس القرارات المتعلقة بتصدير الأسلحة، ما تسبب في ارتفاع كبير بدا مفاجئا. وجاء بعد المجر كمستورد للأسلحة في المرتبة الثانية مصر المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن بقيمة صادرات أسلحة بلغت 802,000,000 يورو. وحلت الإمارات التي تشارك أيضا في التحالف
ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في المرتبة التاسعة في القائمة بقيمة صادرات بلغت 206 ملايين يورو. عادل الأحمدي يكتب عن قادة في الجنوب ينفذون أجندة أبوظبي دون أي اعتبار لرئيس دولتهم وبلادهم، وأضاف في العربي الجديد. تأتي الحرب الإماراتية على الشرعية اليمنية والتي بدأت في واقع الأمر منذ سنوات من خلال وضع العقبات أمام مسؤولي الدولة ومنعهم من العودة للإقامة الدائمة وممارسة مهماتهم من داخل البلاد، بما في ذلك الرئيس عبدالرب منصور هادي. هذه الحرب تمثلت أيضاً بتأسيس أجهزة عسكرية وأمنية لا تخضع للحكومة الشرعية بل تتبع مباشرة للقادة الإماراتيين، وتمارس حتى الحرب على مسؤولي الشرعية كما حدث خلال مواجهة عدن وحتى شبوة، فنفذت قوات ما يعرف بالحزام الأمني والنخبة الشبوانية توجيهات من يطبقون سياسات أبوظبي باقتحام المؤسسات الحكومية، ووجهت نيران أسلحتها صوب القوات الحكومية المفترض أن التحالف جاء لدعمها. وأخيراً، على هامش ما يتردد من معلومات شحيحة بشأن حوار جدة، واجه الرئيس اليمني ومسؤول حكومته موجة جديدة من الهجمة الإماراتية، لكنها هذه المرة على هيئة دعوات علنية إلى إسدال الستار على الحكومة المعترف بها دولياً على إثر الموقف الذي يتبناه المسؤولون برفض منح مشروعية لانقلاب عدن كسلطة أمر واقع على غرار انقلاب الحوثيين في صنعاء. في واقع الأمر، اليمنيون ليسوا راضين البتة عن أداء قيادات الدولة، على الرغم من أن الموقف الذي يحسب للشرعية أنها وقفت بوجه الضغوط الإماراتية، لكن بعد سلسلة الخيبات التي ترسخت على مدى سنوات ابتداء من الفشل في حماية صنعاء وتسليمها للحوثيين، تظل المسألة المحورية في الحكم على الأداء. في المقابل، فإن مجموعة البدائل المتوفرة من خلفيات مذهبية ومناطقية لا تبشر بالخير، وتجعل من التمسك بالشرعية قضية محورية مهمة للحفاظ على إطار قانوني للسلطة في اليمن بصرف النظر عن كافة الإخفاقات. نطالع في صحيفة تايمز تقريراً لأنتوني لويد من الرميلان في سوريا بعنوان أطفال سبايا تنظيم الدولة يواجهون الهجر والقدر، ويقول التقرير إن نداء الصغيرة التي لا يزيد عمرها عن 4 أعوام لا يمكنها أن تستمع إلى أغنية أطفال تحتوي على كلمة أم أو أمي، حيث يذكرها ذلك بأمها الإيزيدية التي أجبرتها أو أجبرت على الهرب بدونها فتبكي طويلاً. ويقول الكاتب إن نداء واحدة من بين 40 طفلا في مركز رعاية الأطفال في رميلان شمال شرق سوريا، وأكبرهم في الرابعة وأصغرهم لا يتجاوز عمرها 6 أشهر، وكلهم أبناء نساء إيزيديات سباهن تنظيم الدولة. ويقول الكاتب إن هؤلاء الأطفال لا يمكنهم العودة إلى أراضي الإيزيديين، حيث تنص الأعراف الدينية للمنطقة على أنه لا يسمح بالدخول إلى أراضيها إلا من ولدوا على الديانة الإيزيدية. ويضيف أن أمهات هؤلاء الأطفال وجهن بالخيار الصعب، إما البقاء في المخيم مع غيرهن من زوجات التنظيم وسباياه، أو المغادرة دون أطفالهن. أمرت الشرطة السرية في كوريا الشمالية سكان البنايات الشاهقة بإغلاق نوافذهم، والسبب بحسب صحيفة الشرق الأوسط البنايات تطل على ما يعرف بالمدينة المحرمة محل إقامة زعيم البلاد كيم جونغ أون وكبار المسؤولين. وبحسب صحيفة إنكي الإلكترونية المتابعة لشؤون كوريا الشمالية والصادرة من كوريا الجنوبية، بدأت الشرطة السرية في يوليو التنبيه على جيران المنطقة التي تضم شقق المسؤولين الفاخرة بوضع ألواح على النوافذ حتى لا يتطفل على الزعيم كيم جونغ أون وكبار المسؤولين. وذكر مصدر للصحيفة أن الهدف من هذا الإجراء هو منع السكان من التقاط صور لمرافق الدولة وإرسالها للخارج. وقالت صحيفة ديل ميل البريطانية إن الكثير من الصور تظهر بالفعل أن النوافذ في المناطق المجاورة للمدينة المحرمة أصبحت مغلقة. ولفتت ديل ميل إلى أن تداعيات القرار الأمني لم يقتصر على جيران المدينة المحرمة، إنما امتد إلى السياح الذين كانوا يقيمون بجانبها والذين منعوا مؤخرا من القيام بجولات من خلال طائرة هيليكوبتر، وكذلك التقاط الصور في برج شهير بتلك المنطقة. وقال أحد هؤلاء السياح إن القرار يظهر كوريا الشمالية في أسوأ صورة. مجموعة من الصور المتنوعة حول الحياة البرية من مختلف
أنحاء العالم وفق عدسة مصوري صحيفة الجارديان البريطانية. نتابع. يظل الكاريكاتير فناً ينافس الكلمة والصورة فيختصر العبارات برسمة واحدة. نتابع جزءاً من تلك المنافسة. وصلنا إلى نهاية كشك الصحافة من هذا اليوم. نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.